تكلموا فيما يخص يعني الخطاب اللي ألقاه رئيس الجمهورية يوم أمس على مستوى غرفتي البرلمان، ويعني وكان حاصل حصيلة تاع 4 سنوات اللي مرت، 4 سنوات اللي مرت هنا كما نقولوا العهدة مازالت كاينة، الالتزامات كاينة ومازالت كاينة عهدة ومازالت كاينة يعني كما نقولوا المدة الزمنية باش تخلص العهدة. بالنسبة كي نتكلموا على التزامات رئيس الجمهورية باش تكون الصورة واضحة، عنده بالك 54 بالك العدد مانيش متذكر مليح التزام وفى به رئيس الجمهورية، والله المهم عنده عدد معين وفى به رئيس الجمهورية، يعني وفى بالوعد نتاعو، لكن من يوم بدا يلقي في الخطابات نتاعو ما ذكرش يعني التزام هكذا بعيني ولا في بعينها، يعني الناس اللي راهي تقول لك ما ذكرناش علاش يذكرك هنا الالتزامات بزاف والامور بزاف، وماهيش يعني كيما نقولوا الظرف اللي راح يذكرك انت من نتايا، ما كاينش منها يا جماعه، ما كاينش منها باش تكون الصوره واضحه. كاين بزاف يقول لك اودي ما عندناش حنا التزام ولا ماناش من ضمن التزامات رئيس الجمهوريه. اول حاجه احنا من ضمن التزامات رئيس الجمهوريه كتابيا، وهو البارح راه هضر وقال انا اول رئيس التزم كتابيا، واللي حاسبني يعني اليوم امس مازال يعاود ومازال يتعهد، مازال رئيس الجمهوريه يعني في وعده وفي الكلمه نتاعو، الملفات والتعهدات هذه واللي يقول لك 4 سنين واللي يقول لك هكذا، كل ملف الوضعيه نتاعو، كل ملف الوزن نتاعو، او مش تقول لي انا او منا العقود البطاله وما عرف شني ودار هكذا وحنا ومازال ومنا ما على باليش كيفاه، كل ملف وكيفاه، كل ملف والترتيب تاعو. هذا الامور هذه خاطيتنا احنا، ماهيش امورنا احنا، والله لازم نفسي نعرفوا بلي باش الامور راه ماشيه، وهذه الامور تفرح بالبزاف، يعني مادام رئيس الجمهوريه لحد يوم امس مازال يعني في وعده، واللي يقول لك رئيس الجمهوريه ما التزمش كتابيا، انا نفكروا برك، انا نحاول نذكروا، لان كاين بزاف الناس ما عندهاش الذاكره نتاعها، والله ماهيش مركزه مع القضيه وماهيش مركزه مع الحقوق تاعها. احنا اول حاجه التزم بنا شفاهيا في الحمله الانتخابيه نتاعو، شفاهين هذاك راه التزام شفاهي في الحمله الانتخابيه، والتزم كتابيا بعد توليه منصب رئيس الجمهوريه، واللي يقول لي وقتاش نقول له بعد اداء الخطاب الذي القاه بعد ادائه القسم تاع اليمين الدستوري، في ذاك الوقت دار خطاب وراني نشرته في الصفحه نتاعي، والتزم يعني وذكر الالتزامات تاعو قراها كتابيا، مادام راه يقرا من الورقه راها مكتوبه، قال لك المتعاقدين والمشطوبين والمعاد تجنيدهم، العقود ما بقاش غير التشغيل وهكذا، المهم ذكر ومن بينها المعاد تجنيدهم، ذكرهم احنا رانا مذكورين من خلال الالتزامات نتاعو، واللي يقول لك كل حاجه يرجع بالوثيقه وبالفيديو. احنا كنا نطالبوا ميدانيا، مش تجي دروكا بعض الناس راها تقول لك وتنشر تحاول يعني تشوش، والله حاول تحوس تلقاها منها، والله الامور عن بالهم الاداريه هذه، عن بالهم يدخل قهوه يشرب ويخرج، عن باله الامور هذه يبنى من الناس راها فات وراها رقمنه وراها اداره وراها منا وراها فئات ومتشعبه وراها فئات بزاف، امور هذه من الانسان لازم الانسان يديرها، كان كراجل صح وخرج قول والله ما نسمح في حقي، وما دام عندك التزام يا رئيس الجمهوريه كيما نقولوا مانيش سامح في حقي، ونهار اللي ما تلتزمش في العهده هذه راني نخرج ونفكرك. هذا هو الرجل اللي حوس على حقه صح، نخرج ونحاسبك بالكلام نتاعك وبالفيديو نتاعك. هذا هو الهضره تاع الرجال. علاش يعني راقد في دارك ومن بعد تجي تقول شتتوها؟ علاش احنا رانا قداش؟ احنا رانا عشرات الالاف، يعني ما كنتش قادرين تنظيم يكون فيه عشرات الالاف يعني تخرج، تسمى جاتك انت يا الحجه على اساس ان هذا التنظيم وهذا التنظيم على باليش وشني، تحججتوا تسمى لقيتوا الحجه لنفوسكم، الانسان صاحب الحق هو اللي يتلام. النهار اللي جات اللائحه نتاع الشهاده تاع عدم تقاضي منحه معاش 10,000 في طابور، كنت سلطتهم منا يلحقوا من المسيله يلحقوا للعاصمه، واحد ورا واحد من المسيله للعاصمه، وين كانوا هذو؟ وين كانوا؟ السنوات هذه وين كانوا؟ هنا اللوم اذا الفئه، ما تلومنا رئيس الجمهوريه،
مثلو من تقول شاشة، مثلو من الناس اللي كانت تتوصل في الصوت نتاعك، مهما كان المهم كانت الناس توصل في الصوت نتاعك، مثلو هما ولو لهم نفسك. الايام القادمه قلنا من شهر كان في روح الحيه مارس راه تبان ونهضروا فيها باذن الله تعالى، تبان اللي يقرأ بين السطور راه يفهمها. ومن المستحيل باش يجيك رئيس الجمهوريه يقول لك هذه الفئه راني تعهدت لها واليوم راني عطيتها، مستحيل، ما دارها حتى مع فئه، ما كاينش منها. هذه يا خاوتي باش تكون الصوره واضحه، نتمنوا الخير ان شاء الله، ننتظروا الايام اللي جايه ان شاء الله فيها خير. المعلومات والمصادر والاخبار وانت باذن الله تعالى لاباس، تبشر بالخير. هذه يا خاوتي، هذا هو مجمل الحديث على يعني خطاب رئيس الجمهوريه يوم امس الذي القاه على غرفتي البرلمان. بالنسبه للفئه نتاعنا خطاب مبشر باذن الله تعالى، ما دام عندنا التزام كتابي خلاص. عبد الرزاق بارك الله فيك، هذه هي اللي غاضتنا وبقات تحرق في قلوبنا، هذه هي. عندك حق، انسان يقدم يعني ويقدم التضحيات ويشوف يعني الناس اللي كانت معاه والاصدقاء اللي كانت معاه يعني دماءهم طاهره سقت هذه الارض الطيبه وانتع، ويشوف يعني الحاله اللي كانت فيها البلاد حاله الانهيار وانتع، واليوم يعني الانسان ما كاش حتى عرض اعتبار ولا اعتراف، عجب بين يغيظ الحال. انسان اللي شاف وتعب وشقى وشاف الدنيا وشاف الموت بين عينيه وشاف هكذا يغيظ الحال، مش غيظه يعني تجيه يعني تجيه غصه في هنا تلصق له. بالنسبه شوفوا الاخبار جماعه، كي نشوفوا دوكا رانا الجو اللي رانا فيه راه مستنقع للاشاعه، كاين شي ناس هكذا يعني تتفنن في نشر الاراجيف ونشر يعني الكذب ونشر نتاع هذه الاخبار اللي راكم تسمعوا فيها كامل نتاع هم راح يبداو هكذا، هذو راح يسويو، هذو راحين هكذا، وحدات قتاليه من هذا ما يمدلوش هذا يمدلو، باش تكون يعني الصوره واضحه. اي تسويه تجي بالتشريع الوطني، الوزاره المعنيه ديما تتكلم على التشريع، في رد من وزاره الدفاع على مراسله لاحد النواب فيما يخص يعني حقوق تاع الفئات تاع المصطوبين ولا تاع المستدعين في اطار التعبئه، يقول لك في ظل الاحترام الصارم للنصوص التنظيميه والتشريعيه، يعني هذه قانون مجله الجيش تكلمت على دفع منح تصفيه ودفع منح المعادش تاعهم 53 ألف عسكري من المعادش تاعهم الذين ذكروا في التشريع الوطني، يعني الذي جاء ذكرهم في التشريع الوطني. ديما شوف التشريع هو اللي تمشي عليه أي مؤسسة، التشريع هو يعني إذا كنت تعبئة راك تعبئة، إذا كنت حال طوارئ راك حال طوارئ، هذه هي التسوية، هذا هو التشريع نتاع التسوية. يغلطكم حتى واحد، الناس هذه ماذا بها مش تتشام، ماذا بها تعض بالنواجد على الحقوق نتاعها، وماذا بينا تخرج وتقول حقوقنا ما نسلموش فيها. اذا قدر الله احنا مثلا نرانا هذا الانسان اذا مثلا يعني ولم يلتزم رئيس الجمهوريه يعني بالوفاء بالعهد تاعو، تخرج وتقول انا نخرج نطالب رئيس الجمهوريه ونفكروا بالالتزام نتاعو، هذه هي وراه هو اللي ذكرها، هو قال لك اخويا قال لك انا حاسبني. وش معنى حاسبني؟ يعني ذكرني بهذا الالتزام، هذا باللي باش التزام كتابي مباشر امام يعني كيما نقولوا هيئات رسميه وجهات رسميه وانت والتزامات، ويعني يعني وعد مكتوب وراه التزام وراه العديد يعني العديد من الالتزامات. يعني احنا اللي الشيء اللي خلانا نفرحوا انه الالتزامات راه ما شاء الله، يعني راه ما بقاش الالتزامات، يعني تقدر تقول بقى الالتزامات نتاع فيما يخص الوزاره المعنيه.